السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا سادس سنأخذ قصيدة الشاعر عبد الرحيم محمود بعنوان حما فلسطين. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش لعشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما. أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى. لعمرك لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. فكيف اصطباري لكيد الحقود، وكيف احتمالي لسوم الأذى. بقلبي بقلبي سأرمي وجوه العدا، فقلبي حديد وناري لظى. وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى. هذه الأبيات للشاعر عبد الرحيم محمود، وهو شاعر فلسطيني ولد عام 1913 في مدينة طول كرم، واشتهر بقصائده الوطنية. استشهد هذا الشاعر في معركة الشجرة. أبرز الأفكار الرئيسة التي تحدثت عنها هذه الأبيات، البيتان الأول والثاني يحملان نفس الفكرة، وهي أن الشاعر يفدي الوطن بروحه ولا يرضى الهوان. أما البيتان الثالث والرابع، إصرار الشاعر على أن يعيش بشرف أو أن يموت شهيدا، فهو يدعو في هذه القصيدة إلى الجهاد في سبيل الله، والموت من أجل الوطن أفضل وأحسن من الحياة بذل وإهانة. وفي البيتان الخامس والسادس، الموت فداء للأوطان، وهو أيضا موت العزة وموت الشرف. الأبيات السابع والثامن والتاسع كانت تحمل نفس الفكرة في القصيدة، وهو أن الشاعر يفدي وطنه بروحه وقلبه. ننتقل الآن إلى المعجم والدلالة. أضف إلى معجمك اللغوي الردى المقصود به الهلاك، الجناب الناحية ويقصد الشاعر الهيبة، المبتغى المراد والمطلوب، راما طلبة أو أرادة، سوم الأذى مشقة الأذى والظلم. التدريب الثاني، فرق في المعنى بين كل كلمتين متقابلتين تحتهما خط فيما يأتي. ألف، سأحمل روحي على راحتي، المطلوب معنى كلمة راحتي كما وردت في القصيدة. أجد راحتي في مساعدة الآخرين، أيضا كلمة راحتي وردت بمعنى مختلف في هذه الجملة، فقد جاءت في الجملة الأولى بمعنى باطن الكاف أو راحة الكاف. أجد راحتي، راحتي هنا السكون والطمأنينة والاستراحة. ب، بقلبي سأرمي وجوه العدا، في الجملة الثانية حل وجوه القوم النزاع. وجوه العدا تعني جزء من جسم الإنسان وهو الوجه. أما في الجملة الثانية حل وجوه القوم النزاع، أي كبار القوم وعلية القوم. التدريب الثالث، حدد الكلمات المتقابلة المتضادة في البيت الثاني اللي هو اطباق الكلمة وعكسها. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. منلاحظ حياة، لاحظ حياة جاء عكسها ممات، وفي عنا تسر عكسها يغيظ، والصديق عكسها العدا. إذن الإجابة حياة وممات، تسر يغيظ الصديق. التدريب الرابع، هات مفرد كل من الكلمتين الآتيتين المنايا المنى. ننتبه يا سادس أن مفرد كلمة المنايا منية بتشديد الياء، أما مفرد منى فهو منية. التدريب الخامس، استخرج من المعجم معنى كل من الكلمات الآتية: مصرعي السليب الحقود لظى الحسام. مصرعي هي من الجذر صرع تعني مقتلي، السلي إذن جذرها صرع، السليب من الجذر سلبة وتعني المسلوب أي أنتزعه قهرا،
الحقود من حقد الذي يضمر العداوة. لظى هي أصلا بجذرها، هي اسم من أسماء النار. الحسام من حسمة ويعني السيف القاطع.